في قلب العاصمة اللبنانية بيروت أقيم عرض مسرحي غنائي يتناول برنامجا تلفزيونيا هزليا خياليا خلال ثمانينيات القرن العشرين ليثير مشاعر الحضور وحنينهم إلى الماضي. عرض ديسكوتيك نانا يمكن لما اللي رح يحضروا ما رح يقولوا انه في شيء كتير تغير بين اللي كنا عايشينه وهلا، يعني اذا عم نحكي سياسيا واجتماعيا، بس اللي حلو فيه هو الشخصيات اللي اخترناهم. هن كانوا موجودين ب، يعني اذا بدك بالعنوان العام، بس تفاصيلهم لا، مش اخذين حدا وكزيناه. العرض المسرحي الذي اقيم على مسرح مترو المدينه تقدمه الفنانة ياسمين فايد باسم ديسكوتيك نانا، التي تستعيد من خلاله العديد من الذكريات والأغنيات الشهيرة في هذه الفترة. وعلى جهة هيد أند شولدرز الجديد لا أثر للقشرة. فهمت. أول شيء رجعنا ذكرنا كل الأغاني، وهيدول كلهم نحن بنعرفهم، يعني مسابقني من جيلي تقريبا، وبقدموه بشكل كتير حلو وبروفيسيونيل، وفي فن وأصوات، ومش فن مبتذل، بالعكس يعني على شيء راقي. رجعتنا لحقبة حلوة، يعني الأغاني اللي حطوها، الموسيقى اللي كانت موجودة، والدعايات اللي رجعونا عليها، عايشونا بمرحلة كانت حلوة بالنسبة. مشاعر متباينة انتابت الجمهور بين الاختراب والحنين للماضي، خاصة أن فقرات العرض تناقش الأغاني والذكريات التي تربط الحضور بالماضي خلال فترة صعبة من تاريخ لبنان.